حسن الظن بالله تعالى. حسن الظن بالله تعالى، عرف باللي غادي تلقى رب رحيم، تلقى رب رحيم. لهذا كان يقول أحد الصحابة أبو الدرداء كان يقول: أحب الموت وأحب المرض وأحب الفقر. وهذا قاع الناس كره، كاش لي يبغي هذا صحابي أبو الدرداء. فقيل له: كيف تحب الموت وكيف تحب المرض وكيف تحب الفقر؟ قال: أحب الموت اشتياقا لربي، اشتياقا لربي، بمعنى مشتاق لملاقاة الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وأحب المرض لتطهيري من الذنوب، باش يطهرني ربي من الذنوب. وأحب الفقر لماذا؟ لأخذ أجر التواضع، أجر التواضع لله تبارك وتعالى. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذه قالها النبي وعائشة عند جالسة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت، يعني كلنا بمعنى يكره الموت، بمعنى يكره، كي تقول يكره الموت يكره اللقاء مع الله، لأن لقاء الله اشتهى وهي الموت. فقال: لا يا ابنة أبي قحافة، وإنما، أو الحديث الصحيح مروي في البخاري ومسلم، وإنما الرجل الصالح المؤمن إذا جاء في الاحتضار دخلت عليه الملائكة فبشرته بالجنة ورأى مقامه في الجنة، بمعنى قبل الموت، ورأى مقامه في الجنة أحب لقاء الله، يعني يعجل غير وتيموت، يحب اللقاء تاع ربي، خشاف المقام انتهى في الجنة. والرجل الكافر العاصي الفاسق إذا دخلت عليه الملائكة بشرته بعذاب الله وأرته مقامه في النار، فيكره لقاء الله. هذا هو يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على الشاب وهو يحتضر، شاب يعني في النزع، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه في النزع، فماذا قال له النبي؟ فسلم عليه ثم قال: كيف تجد، يعني كما نقولوا احنا بالعامية نتاعنا، كي راك داير؟ فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي، أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. ونظر إليه النبي وقال: ما اجتمعتا في قلب مؤمن إلا غفر الله له كل ذنوبه. يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. لهذا المؤمن تسلم عليه الملائكة عند الدخول، تحيتهم يوم يلقونه سلام،
بمعنى أول دخول لملك الموت يسلم على هذا المؤمن، يسلم عليه سلام عليك ورحمة الله وبركاته، فيرد المؤمن السلام عليه. لماذا؟ لأن الله يثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا زيد وفي الآخرة. إذن التثبيت بالقول الثابت، لأن القول الثابت ينقسم، هناك القول الثابت في الدنيا وهناك القول الثابت في الآخرة. القول الثابت في الدنيا هو على أن الإنسان يخرج من هذه الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يثبتها رب العالمين باش هذا الإنسان يتفكر الله ويقولها قدام لا يموت. شوف، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي لا إله إلا الله في الحياة الدنيا، يعني قبل خروجه من الدنيا وفي الآخرة. إذن كذلك يثبته الله بالقول الثابت في الآخرة. وين في الآخرة؟ في قبره، لأن القبر كما قال صلى الله عليه وسلم أول منزل من منازل الآخرة. في القبر يثبته الله على الإجابة على سؤال الملكين، بمعنى ملائكة كي يسألوه يثبته ربي، يثبت الإنسان، يثبته الله تبارك وتعالى ويعطيها رب العالمين الإجابة، يعني ويجاوب كما بغى ربي سبحانه عز وجل، لأنه كان مؤمنا في الدنيا. كان إنسان يروح للجامع، يا ما كانش يروح لل كان إنسان يصوم، كان إنسان يحج، كان إنسان يزكي، كان إنسان ينفل، كان إنسان يتصدق، كان إنسان يدير الخير، كان إنسان يخاف من ربي، يعني هذا يعني تبشره الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا زيد تتنزل عليهم الملائكة عند الروح، عند النزع من الروح من الدنيا، الخروج من الدنيا، تتنزل عليهم الملائكة. هذا قول الله، هذا قول ربي سبحانه وتعالى، بمعنى الإنسان المؤمن المستقيم على دينه عند موته تتنزل عليه الملائكة. لاش ينزل رب الملائكة؟ لماذا ينزل الله الملائكة على عبده عند الروح؟ هل تعلمون لماذا؟ كما يعني الإنسان هذا باش الملائكة تونسه من هذه الوحشة، تونسه من هذا الهم تاع الدنيا اللي راه خارج منها. تنزل الملائكة، وماذا تفعل الملائكة؟ تنظر إلى هذا الميت وتبشره، تبشره، تقول له ودي ما تخافش، عشان الإنسان يعني راح على الدنيا. تجيه الملائكة وتقول له يا فلان ابن فلان راك غادي تخرج من الدنيا، بصح ما تخافش، ما تخاف، ما تحزن، ربي راه موجد لك غير الله. لا تخافوا ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. وين في الحياة الدنيا؟